تاكسي 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 تاكسي. وين طريق ابوي؟ سيف الدور على لازميه. اطلع بنفسك اطلع. شريطهم بهديك الحسبه ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لعمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك اذا بتريد. ايه بالله تنزلني عندك على اليمين. تاكسي. وين طالع ابوي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش في خير؟ ايش في؟ ايش بك متلهويت؟ على السريع على السريع الله يخليك، بدي لحق وصي. اطلع اطلع لك ابن اخوي اطلع. لك ايش شو ايش في؟ وين اروح؟ عينا مستشفى قال لي. لك انو مستشفى يا هايبي؟ انو مستشفى؟ رايح احضر مباراه رح تبلش. بالله شو؟ يلا يلا ها دقيقتين بحط لك هني. عندما يكون للصوت صدى فاعلم ان هناك اذاعه بالطعم الحلبي. لك لا 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 لفيت من هون، شايفني ما عم بحكي حلبي؟ بدك تطول الطريق علي يعني؟ لك مشان نروح ملعب رعاية الشباب من هون أقصر. لك ابن اخوي من هون أقصر. لك انو رعاية شباب؟ انو رعاية شباب لك يابي؟ وين لك؟ ايش رجعوا فتحوا استاد حلب يعني؟ يابي راي احضر بالكافيتيريا بالمجنبو انا. اوف، ايش هالمباراة هاي بالكافيتيريا راي تحضرها؟ ايش مباراة كامبيل يعني؟ كوريا والمانيا. ايوه تبعت كأس العالم قصدك. الي مانك عرفان الدنيا كلها مطوشة. ايه والله سمعت فيها سمعت والله، وعم بشوف زحمات بهالشوارع. ايه عام كلها فرحانه ومتفاعله يعني المونديال. ايه حقهم يا ابن اخوي حقهم. ايش اتصلنا ممقوتين؟ خلي ترجع هالطلعات هالدخلات هالسهرات هالقعدات، ترجع الزحمات على الشوارع. ايه ليك ليك هون العالم كلياتها مبسوطه، اشوف زحمه بالشوارع والدنيا مليانه. ايه والله هي هي الشغله الحلوه بعد الشغلات هي، انه رجعوا العالم يجتمعوا ويتفاعلوا مع هالقصص. بس يا ابن اخوي الله وكيلك كل يوم عم بشوف لك قتالات بهالقهاوي من ورا هالقصه هيك. اوف اوف ليه ليه يا بي؟ شو دخل الخناقات بالمونديال؟ بدي لك واحد بشجع المانيا، واحد بشجع مدري مين. لك ايه حلو لك هيك يا بي، بدك اياهم كلهم يشجعوا فريق واحد؟ خلي يكون في تنوع. لا لك ابن اخوي لا، حلو هيك نكون منوعين، ذاتي هي حالات بلدنا، بتنوع. بس مو تتقاتلوا وتطبشوا بعضكم لانه خسرت المانيا ولانه ربح البرازيل ولأنه دخل جول على مدري مين ولأنه هيد أخذ ضربة جزاء وش عرفني. لك إيه إيه والله هاي رياضة بالأخير، لازم تضل أخلاقنا رياضية أكتر. إيه لك لك ابن أخوي إيه لك؟ إيه بعد أبوس إيديك إذا تقتلنا أو طبشنا بعضنا أو إيش ما عملنا نعمل؟ إيش يعني هن شايفيننا ليش أو حيسين علينا؟ أحلى شيء هاد بيقول لك هاد فريقي وهاد بيقول لك لا هاد فريق أمي، وبينزلوا ببعض شتائم وبيغلطوا على بعض. والله ما عم نعرفون نحن لعيبة غير بالدعايات. الله وكيلك أنا بزماناتي كنت مفكر إنه علم البرازيل علم منتخبنا، قد ما كنت أشوفه على البلاكين. لك إيه حرام هلأ ما نشارك، والله احترق قلبنا يا زلمة، كان هلأ علمنا معلق بدل كل هالأعلام وكانت الفرحة فرحتين. لك ابن أخوي شلون بده يشارك منتخبنا شلون؟ لك منيح منه ويكتر خيره اللي قدر يوصل للي وصل له. لك ايه ليه ما يوصل يعني؟ لك حجي لاعبينا لعيبه وكل واحد منتخبنا بيلعب برا يعني عم يلعبوا برا البلد. لك ابن اخوي هدول اجانب عم يلعبوا مخهم فاضي، ما في عنده هموم ما في عنده مشاكل ما عنده اسمه. لك شو عم تحكي؟ لك ايه لك ابن اخوي إيه؟ انا بعرف انه عنا لعيبه بتعرف تلعب مثلهم ويمكن احسن كمان، بس الطابه فن. لك ابن اخوي الطابه فن والفن بده بال فاضي، ما بده واحد عمال يرقد ويفكر ايش بده يجيب طبخه لبيته. لك ايه والله يا بي كلامك درر. بعدها عبشت لك ضربه الجزاء وعم بقول عجب اجت المي عنا ولا لساتها مقطوعه، عجب ابو الامبيرات شغال ولا لسه مولدته معطلين. لك اوف الله يريح بال هالعالم بقى. امين لك ابن اخوي امين. ايه هون يا بي نزلني قدام القهوه. يا سلام على الزحمات يا سلام، شكلك بدك تتفرج على الواقف يا ابن اخوي. كي هون صدى افهم عم تصور كمان والناس مجموعة. لك بدبر حالي ما تاكل هم، منيح لحقت. قديش معلي؟ 500 ورقة الله يرزقك. ايه تكرم عيونك تفضل. معوضين ابوي. اها هي هي خلي الفرحة سورية. تاكسي. وين طريقك ابوي؟ تاكسي 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 تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور على لازميه. اطلع بنفسي اطلع. شريطهم بهديك الحسبه ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لعمو. طب
طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك اذا بتريد. ايه بالله تنزلنا عندك على اليمين.